من الأخبار اللي حصلت امبارح نروح مع حضراتكم للأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله. والنهاردة هتبدأ اختبارات سنة تانية ثانوي، والطلاب هيؤدوا امتحان مادة اللغة العربية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية. كمان من ضمن الأخبار اللي هتحصل النهاردة، المركز القومي لثقافة الطفل هينظم منتدى ثقافة الطفل في نسخته السادسة الساعة 4 العصر بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينة. النهارده كمان هيتم تنظيم 8 قوافل طبيه ضمن مبادره السيد الرئيس حياه كريمه للكشف والعلاج بالمجان في التخصصات الطبيه المختلفه، وده هيكون في محافظات البحر الاحمر والقليوبيه والمنوفيه وكفر الشيخ وسوهاج والوادي الجديد والفيوم واسيوط.